السمع والبصر والفؤاد، كان كل ذلك كان عنه مسؤولة. هاي مش انك انت تكوني مسؤولة عن الحياة اللي جاتك، انت مسؤولة عن السمع بتاعك والبصر بتاعك، حواس اطراف. ما خليك ربنا بيتحركوا من القلب، من اوامر هنا، تمام؟ فؤاد عاد فؤاد الشيء يعني لبه، فنشوف بقى ندور عن فين فؤاد. فين فؤاد؟ يا فؤاد كان عنه مسؤولة. مسؤول يعني ايه؟ يعني هيتسأل هلا كيف. لا مش ما اعرف ايش اقول لك، يعني شوفي سبح الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، خلاص تمام. اللي هو ايش حنسوي اليوم؟ اللي هو وراكي كيتو كيتو كيتو، انزلي سوي والغسيل واخوكي شو بينا يا حبيبي، شو بينا كنت وكنا، ضلوا عنا وافترقنا، شو بنا الحكاية؟ حكاية ايش؟ حكاية مين؟ من؟ اول ما بتجاوبي على السؤال بتاع من هذا، خلاص حسبي الله ونعم الوكيل بتاع الموضوع، حسبي الله عقل، يعني ما لك من الامر شيء. طيب فتردد لنفسك عشان لا يغرك، لانه تعتقدي انه انت سبب الحركة من دون الله. هذه الكتب هذه وسخ الدنيا، حياة الدنيا، يعني هناك حياة غير الدنيا. ما جاب لك الشيء ذكره في ذكره هناك عكسي على طول، مش حكاية مرادف لي.